تواصل دولة قطر انفتاحها على العالم لتطوير علاقاتها مع مختلف الدول إلى المستوى الاستراتيجي رغم الحصار. وفي هذا السياق أدى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى زيارة إلى جمهورية روسيا الاتحادية استمرت يومين، بحث خلالها سموه مع فخامة الرئيس الروسي تعزيز التعاون في عدة مجالات، منها الدفاع والطاقة والاقتصاد والبحث العلمي وتبادل الخبرات في مجال تنظيم بطولة كأس العالم التي ستستضيفها روسيا هذا العام وتستضيفها قطر في عام 2022. أتفق مع فخامة الرئيس بأن الطموح أكبر وأن العلاقات القوية والثقة المتبادلة بين الطرفين يجب أن نطورها أيضا في المجالات الأخرى. التبادل التجاري صحيح أنه تطور، ولكن طموحنا أكبر من ذلك. وأشاد الرئيس الروسي بتطور العلاقات بين البلدين، خاصة منذ زيارة سمو الأمير المفدى الأخيرة لموسكو في عام 2016. على الرغم من أن اللقاء الأخير جاء قبل سنتين تقريبا، فإن العلاقات بين البلدين تتطور بشكل مستمر، ونحن معكم على تواصل دائم. وفي هذه السنة سنحتفل بالذكرى 30 منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وشهد حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس الروسي التوقيع على اتفاقية تعاون بين مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وشركة روس نفط بهدف فتح مركز للأبحاث تابع للشركة الروسية في واحة العلوم والتكنولوجيا بدولة قطر. وفي سياق العلاقات البرلمانية والتشريعية بين دولة قطر والهيئات الدولية المعنية، شارك سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف. كما شارك سعادة رئيس مجلس الشورى في الاجتماعين التشاوريين للمجموعة البرلمانية العربية والإسلامية اللذين انعقدا في جنيف أيضا. واجتمع سعادته مع عدد من البرلمانيين العالميين على هامش الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي. وعلى صعيد آخر، التقى سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فخامة الرئيس التركي في أنقرة، وجرى خلال المقابلة بحث تطوير العلاقات الثنائية وبحث الأمور ذات الاهتمام المشترك. حراك دبلوماسي متواصل وعلاقات وطيدة تربط دولة قطر ومؤسساتها بمختلف دول العالم وبالمؤسسات الدولية، فيما لا يزال سعي دول الحصار مكللا بالفشل.